نحطت طائرة دانيال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لكن إصراره على تخطي هذا التحدي والحج المنزلي والالتزام بالإرشادات المرجوة لم يحط رحاله، بل كانت نقطة بداية ليختبر دانيال أن الامتحان يمر بكلمة واحدة سهلة التلفظ: خليني بالبيت. السلام عليكم، والحمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر. دانيال، نحن نعرف أنه أنت كنت بإيران، بدك تحكي لنا شوي عن الوضع اللي كان فوق اللي خلاك أنه أنت تقرر أنه أنا اليوم بدي أنزل. نحن كنا فوق بإيران دراسة، عم ندرس نحن وكذا شاب لبناني فوق، فبلشت الأوضاع كورونا يعني تفاوت شوي شوي. اجتمعنا نحن والشباب وحكينا مع الأهل ونسقنا وأخذنا قرار واحد إنه ننزل على لبنان. هلا في شباب بعد فوق بإيران، في شباب لا، نزلنا على لبنان. نزلنا على لبنان، أول شيء عملنا فحص بمطار لبنان لدى وزارة الصحة اللبنانية، وظهرنا الحمد لله كان الفحوصات كلها تمام. رجعنا جينا على الضيعة وفتنا على الحجر الصحي بقلب البيت. دانيال، أنت طبعا جيت وحجرت حالك 14 يوم. لما جيت وسمعوا أنه أنت تم حجرك، وعادة بالضيعة بيصير في عنا نحن القيل والقال، أكيد هذا الموضوع أثر عليك وأثر على أهلك وصار في أخذ وعطى بالموضوع كتير. خبرنا كيف حجرت حالك وكيف أثر هذا الموضوع؟ هلأ بلشنا بالحجر الصحي، وهذا الحجر كرمال أهلنا وقرابينا وكل رفقاتنا اللي نعرفهم، وهذا الشيء تلقاء نفسي يعني وحتى بالدين يعني. فبس مع مرور الوقت يعني بالحجر الصحي صار في حكي يعني دانيال كورونا ما كورونا، دانيال هذا من أهله ما كورونا وهالتفاصيل. بس الحمد لله قطعنا هالمرحلة وخلصنا 14 يوم، ما كان علينا أي عوارض، اتصلنا بوزارة الصحة وكل المعنيين وشرحنا لهم إنه شو عم بيصير معنا وهيك، قالوا لنا كل شيء طبيعي، قالوا لنا صار فيكم تظهر من الحجر الصحي، والحمد لله لحد هلا فيش أي عارض علينا وكله تمام ماشي الحال. بالنسبة بموقع حضرتك والتجربة اللي أنت مرقت فيها، بتشوف هلأ الناس والمجتمع اللي احنا عايشين فيه إذا شافوا شاب أو صبية مرئين وحاطين كمامة عم يتعرضوا للتنمر وبنفس الوقت عم يهربوا منهم اعتباراً أنه هو دي مرضى كورونا؟ خبرنا شوي كنصائح كرمال العالم يسمعوها بخصوص هذا الموضوع. هلأ خلصنا من الحجر الصحي، طلعنا أول يوم الضيعة، كنا حاطين كفوف كمات أهم شيء يعني، ففي عالم تقبلتها في عالم لا، في عالم عن بعيد يعني سلام ما كانت تسلم. بس مع مرور الوقت يعني أكيد اتأكد إنه وزارة الصحة إنه قالت عني ما في شيء وكل شيء تمام، فرجع كل شيء طبيعي. بتمنى من الكل هلا يلتزم بتعليم وزارة الصحة والإرشاد اللي عم يعطوني إياهم، بالنهاية لسلامة الجميع أهم شيء يعني هلا في أولاد يعني. وبتمنى من الكل يلتزم بالكمامات والكفوف والمعقمات وما يروحوا يضلوا معهم، وبتشكرهم كموقع هالمبادرة حلوة ويعطيكم ألف عافية. يعني دانيال، نحن منتشكر تعاونك معنا ومنتمنى أنه نكون نحن أيقونة لكل واحد واجه وعم يواجه فيروس كورونا وفترات الحجر الصحي. لن يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب واليأس والمرض، لكن صاحب الإرادة القوية لن يطيل الوقوف في هذه المحطات، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا الوباء الملعون مجرد محطة لا تطيل مكوثها في لبنان والعالم العربي أجمع. من هنا مني ومن أسرة هوانا عدلون، تتحمي حالك وتحمي عائلتك، خليك بالبيت.